مشاهدينا ومستمعينا، نصل الآن إلى نجوم منشد الشارقة في دورته التاسعة. المركز الثالث علي المديدي من المملكة المغربية. المركز الثالث وخمسة وسبعين ألف درهم. المركز الثاني المملكة الأردنية الهاشمية نزار الشياب والمئة ألف درهم. والفائز باللقب منشد الشارقة في دورته التاسعة جمهورية مصر العربية محمود هلال، 150 ألف درهم وسيارة مقدمة من ليبرتي الشارقة. تهانينا لجمهورية مصر العربية وتهانينا للعالم العربي بهذا الفن الهادف والراقي. لعلي المديدي من المملكة المغربية، نزار الشياب من المملكة الأردنية الهاشمية، محمود هلال صاحب اللقب من جمهورية مصر العربية. شكرا جزيلا، أمتعتمونا. الشكر أيضا لسمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي وسعادة الدكتور خالد عمر مدفع مدير عام وسط الشارقة للإعلام.